صباح الخير، أنا ريم من CFI، أقدم اليوم 4 ديسمبر 2019 ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية. أضر تصريح رئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس هناك موعد نهائي للاتفاقية مع الصين أضر بالأسواق المالية العالمية. أيضا مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية تراجع إلى مستويات 97.76. أيضا الاسترليني يستفيد من معاناة الدولار ويرتفع إلى مستويات 129.93. أما أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وتصل إلى مستويات المقاومة 1480. طبعا منيت الأسهم الأمريكية بدفعة من البيع أو التراجع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي. كالداو جونز كسر مناطق الدعم 27660 ونتوقع أن يصل اليوم إلى مستويات 27400 نقطة. في الأجندة الاقتصادية هناك بيانات كثيرة في المنطقة الأوروبية، إن كانت مؤشر مديري المشتريات الخدماتي أو الصناعي في المنطقة الأوروبية وفي بريطانيا. ننتظر خلال النهار معدلات الفائدة في كندا والمخزونات الأمريكية والتوقعات بتراجع على هذه القراءة. أشكركم للمتابعة، إلى اللقاء.